صباح الخير لما. صباح النور. هي امبارح انت كنت عامله حلقه عن طاولات القامه. طاولات القامه عندك من صابرين كوين مسج بتقول لك انه بليز في القصيرات او المتوسطات بالطول. فعلا رح نعمل لهم حلقه طبعا، بس نحن حتى الحلقه اللي عملناها امبارح ما خلصت، رح نعمل حلقه كمان ناكد على اللي ما لحقنا نقوله. نعم. بالنسبه لطاولات القامه واكيد ما نسيتهم. اوكي. اكيد رح نعمل لهم حلقه لالهم خاصه. نعم. بس قبل ما ننقل على اللي انه بس هيك تعليق على قصه الجيش وسؤالك، انا امبارح كان اكيد كنت على الهواء قلت كلمتي مش رح نرجع نكرر، كلهم ولادنا، كلهم ولاد الوطن. اهم شيء بطلب من الناس اللي هيك بينظروا وبيحكوا انه ما تموت الانسانيه بالانسان. نحن الانسان بيموت شهاده وابطال، بس في الاخطر عم بتموت الانسانيه بالانسان. والانسان عايش بتصوروا بتصرفوا بطريقه فعلا وحشنه، الحيوان ما بقى يعملها. فدايما وقت بقول لهم the more I know people the more I love my dogs، عم بتخلوا الناس تنفر من الناس، الانسان عم ننفر منه. فيا ريت بس هيك بنشتغل على انسانيتنا لا اكثر ولا اقل. صحيح. لحتى نرجع نحط هيك شويه اجواء فرح لانه مجبورين بدنا، يعني كل واحد بيقول لي انت عم تطلعي بتعملي حلقه الى علاقه. بس ليه قاعده عقلي هلي؟ ما كثير قاعده عقلي. بالنسبه لهيدا الشيء انا بحس عم بتبيضي صفحتك لانه على في هجوم السنه بعدين. اللي عملتيها لحتى هيك الله يغفر لي. انيويز اليوم رح نحكي عن الكابلز اللي اكثر شيء ستايلش سنه 2004 اكيد بهوليوود عم نحكي. نعم. رح نشوف نحن وياكم اول كابل. اوكي. 2014، ايه ما هو من 2004 ل 2014 كل شيء بعده ذات الشيء، ما في شيء تغير. بقيوا مع بعض. بقيوا مع بعض، رح ننتقل هلا نشوف اول كابل اللي هن شاكيرا وجيرار بيكي. بيعتبروني كثير ستايلش، انا بدي اقول لكم شغله. سهر لبنان يعني. ايه سهر لبنان. لبسي كثير حلو، بنشوفه ماسوره، بس مش دائما شاكيرا بتلبس حلو. كيف عجبتك جوزيف؟ بلش منيح. ايه بس انا دائما الواحد ببلش باهل بيته، يعني انا شاكيرا بنت المنطقه. شاكيرا حبيبي، مين ما بيحب شاكيرا كلها على بعضها جسمها. لنحكي عن الطول، يا ريت صابرين تكون عم تحضرنا. مثلا شاكيرا من قصيرات القامه جدا، بس شوفوا قد ايه جسمها بروبورشن. اهم شيء لنا هو تقطيع الجسم. لبسته كثير بالبقله. اوكي، بس وحلوه كثير القطعه كمان بتنحفها، لانه دائما وقت الوحده ما بتكون كثير طويله. اذا اخذت جرام شحم ببين عليها 100 جرام، 100 جرام ببين لانه منا كثير طويل. فهيدا الفستان مثل ما بيلبق لشاكيرا بيلبق ليلي انصح شوي، لانه كمان تقسيم الفستان بهالطريقه كانه عامل لها جسمها اضيق. اذا بتشوفوا الصوره مزبوط عن الطراف في فراغات، فدغري بين رسمنا لها جسمها جوة جسمها. لما بس مثلا المره بيقولوا قد ما كان عندها هونش ما في مشكل، بس ما يكون عندها بطن او كرش. بس الرجال قد ما كان عنده كرش معقول مقبول، بس ما يكون عنده هونش. مين خبرك انه انت مقبول عندكم كرش؟ no. غيرنا رأي. لا لحظة، أنا ما عم بحكي إنه هيدا الإيديال، بعرف إنه أنت بتطلع مظبوط، أنا عارفة تمام، مش بس هيك حبي اليوم زرك لك شيء. دايما بقولوا الرجال بلا كرش ما بيسوى قرش. هدول أنا ما عم بحكي كرش، لا أكيد طبعا لا، بس إنه الرجل إنه السكس باكس وعرفت إنه بيشتغلوا على حالهم. أنا بلاقي إنه الرجل حلو يكون عنده شوية بطن، يعني إنه صباح الإمرأة أنوثتها بجوانبها، إذا إنه عندها شفتي رويدة ونوسي بأهم شيء يكون عندها خصر. نعم. البطن فعلا بيأذي شكلها للإمرأة. صحيح. لأنه بيكون عندها شكل كتير حلو، البطن إذا لغير الخصر ما بتعود تشوف. تتذكري تبع الكرتونز شو اسمه؟ مية بالمية خصر صغير وأرديفون كبار. شاكيرا بهيدا الفستان اللي لبسته مجرد خسرت خسرة، وهي ما عندها البطن ولا شيء. بس دايما وقتها فينا نخسر بالتياب
دائما قد ما يكون اردافنا كبار بنكون في عنا انوثه، بس انتم ما بنخسركم. اوكي انتوا بتشيلوه. هذا المسج بدي وصله بس وصلكم. انتوا وصلكم بس اكيد مش انا بعمل هوس، لانه السكس باكس يعني ما بدنا كمان نصير روبوت ونصير بتصير بلاستيك. يعني الامراه اذا بتشوف شخص بتقول شو اذا دقرته هيك بدي بده هو ينكسر اصبعه. شفت شو افضل ناخذها على شوي شوي. هلا رح ننتقل لتيري كابل جوني ديب وامبر هيرد. انه جوني ديب كل مره بتحطوه لتقهروني ليه؟ بلكن جوني ديب شو ما عمل كيف ما عمل، ان شاء الله يحط كيس على راسه، ان شاء الله يحط ريش بشعره. انسان خلق اول شيء هو جميل، لا ما في محسوبيات، هو كتير جميل. نعم. والحلو فيه ستايلش مزبوط، هيدا شخص ستايلش. بفهم ليك بتكرهيها لأمبر يعني شوي. بشو بقصد عم نحكي عن الستايل تبعهم؟ هل انسان فعلا خلق ستايل لحاله جوزيف؟ نعم. عمل موضة بحد ذاتها، بيستعين بشو في حواليه نازل، تنقول السنة الشوز الأبيض تنقول أو الكحلة أو الموضة. بس ولا مرة طلع جوني ديب اخذ الموضة ولبسها. شو بيبقله بيلبس؟ ايه وبيحورها، بيصير في ستايل جوني ديب. بس لما نعم شوي عنا لانه احسن مبين عقدتها. لحظه خلوني اشوف عنا للسيده اللي معه. ما كنت شايفتها جوني ديب، ما كنت شايفتها يي مش حلو اللي خلص فلي. روحي على البيت. هلا مثلا وعم بحكي بكل تجرد مش لانه جوني ديب، لبسته فتحه من فوق فتحه من تحت، انه انا مثلا بقرر ايذر اور ما تلبسي يا اختي احسن، او ما تلبسي او بفضل انا. عرفت هي فكره الفتحه ومن فوق ومن تحت، يعني بفضل دائما يكون في وان سايد بس جهه وحده يكون احنا مفتوحه. كثير حلو سكربينتها السنه درجه، برجع بذكر وقتها بنكون لابسين قصير ما بنلبس دوبل سمان. وهي جميله جدا وكمان كثير وبليز انتبهوا مالنا لابسه لعقد ولا حلق وماشي على ريد كاربت، بس هيك سمبل سمبل، ومش عاملة شينيو وشيليول وشينيور شيليول كله هولي. اوكي غيره. اوكي رايان رينولدز وبليك لايفلي جميلين جدا. بدنا نبلش بالشاب. انا ماني ليديز جنتل، ماني ليديز فيرست، بالاحرى جنتلمان فيرست، لانه دائما اصعب الرجل يلبس بطريقه جيده من السيده. حلو نطلع بتكسيده ما تكون سوداء، حلو بالاعراس ما تتجوزوا بتكسيده اسود. فوتوا على الكحله، فوتوا على الرماد الغامق، فوتوا على الالوان، جربوا اعملوا ميكس اند ماتش. بهالايام شباب ما عم نتجوز عمرنا مليون سنه، فالاسود جربوا طلعوا منه. أوكي. في تكسيده حلو بس يا بده يكون عنده حركه. انا دائما بحبس النيو ستايلز، قد ايه بحب الكلاسيكال، قد ايه بحب. هلا انا بعرف بتحب النيو ستايل بس انه الاسود غلط. نعم كتوكسيدو لا اكيد لا مش غلط، بس انه الالوان بدها جرأة جوزيف. الناس بتخاف تخاف لكم اذا بعمل هيك شو بدهم يقولوا او بيطلع ظابط او لما ناطرتنا. بس ايه بس لما انت ناطرتينا بس انا بنسى اوقات وقت تروحي معي تنقي تياب بنسى الالوان اللي قلتي لي عنهم البسهم مع بعض لان ما بشوفهم اوقات. ما بتشوفوا كيف ما بشوفهم مع بعض لانه انت بتكوني شايفتيهم بالمحل. مزبوط. وترجع على البيت بعد فتره بنسى لازم ايدهم، لازم تايدهم وتصوروا. على فكره دائما اللي بيعمل شوبينج هيدي كمان ملاحظه، اللي بيعمل شوبينج وبنقي انسامبل انا دائما بنصحهم صوروا القطع لانه بتنسوا كيف تلبسون. هيدي دائما بالبيت وقت بتظبطوا خزين كون صوروا الانسامبليت اللي بتحبوا تلبسوها دائما سوا. هلا اما بالنسبه لامبر رح تما يقولوا لي ما حكينا عنها. امبر رائعه، مش امبر سوري بليك لايفلي، سوري باردون بليك لايفلي ما تخزوني. كثير حلوه. ليش شفتوا انا هي فاتحه بشرتها فاتحه، ما تخافوا اذا لبسين فاتح بشرتنا فاتحه نلبس فاتح دائما، ما لازم نلبس عكس ما نحن، ما تخافوا من هالشيء. وشعرها حلو والفستان كثير لبقله. رح ننتقل دغري لجينيفر غارنر وبين افليك. بين افليك كثير لبقت له الدقن. ليه؟ لانه وجهه كبير. بين افليك وجهه بيحمل، بس انتبهوا انه دقنه عقد الوجه مش انه نتركها تطول كثير. الدقن بتخفف الخد؟ بتخفف الخد. ليش بقول لك انا كثير بحبك وانت بتحط
بحب الدقن. انت بيلبق لك السكسوك اللي عاملها بتطول الوجه بتنحف الخدود. نعم. يخزى العين عنه. بالنسبة له فعلا كتير اللي بقتله. نعم. ومعروف عنه كتير شيك وما بي يعني ما في اغلاط, ما في مره بتلقط بين قفلك لابس شيء تقول اليوم ما لابس حلو. اللون اللي لبسته بينبق له. هي جينيفر لابسه لون كتير حلو, هيدا للي بالوانها يعني عيونها غامقين وشعرها بني, فستانها كتير حلو, فيري سمبل وفيري كلاسي. بدنا نختم مع مع كابل يعني مش بس رائع. شفت ما عندي تحيز بس لشون بين. تشارليز ثيرون شون بين بعقده انا بتصور كانوا افضل كابل على ريد كاربت, افضل كابل لهالسنه مش بس من العشره, they were the best. مدروري احكي العين بتشوف. شوفوا الاليجنسي, الذوق, شفتوا شو حلو لابس بلا منه لابس بابيون, منه لابس كرافات, مسكر القميص. وإذا بده يلبس هن أصدقاء ولا هن مع بعض؟ لا ما خصك. معنا بتوعديني إنه تجيبي لي أخبار تفصيل. على أكيد. هيدا كان بالنسبة لهالكابلز. بعد عندك شي 12 شهر. ما هو نحن نكست تايم بدنا نكون سوا. أنا بحب ركز شوي على كل واحد نعطيه حقه. ثانك يو لما بنشوفك إن الله راد نكست ويك أربعة وخميس. وعليك خير. لكل المشاهدين مكملين نحن وياكم. هون بحب أقول إنه يمكن يكون معنا سوري قطشتك, يمكن يكون معنا نهار الخميس دكتور بلاستيك سيرجن, فترقبونا يلي حابب يسمع شيء له علاقة بالتجميل. أكيد كلكم كنتوا ناطرين براد بيت وأنجلينا جولي, أنا بقول لكم اسمهم كان موجود هون بس ما لحقنا بتشوفوه بحلقة تانية. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة. أرض ورد معك, ندخلكم معنا.